من الملفات الشائكة بين البلدين، لكن أولاند قال إنه لم يأتي إلى الجزائر للتعبير عن الندم أو للاعتذار عن الحقبة الاستعمارية حسب تعبيره. دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية. كانت الحكومة الإسرائيلية منحت موافقة نهائية على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، كما وافقت على إنشاء أكثر من 2000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. في إسرائيل منع عضو الكنيسة حنين الزعبي من المشاركة في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، فيما أبقت على مشاركة التجمع والقائمة الموحدة. ومن المنتظر أن يقدم التجمع التماسا للمحكمة العليا طلبا لإلغاء القرار. أعلن مسؤول عراقي أن رئيس جلال طالباني سينقل إلى ألمانيا اليوم لتلقي علاج أدق وأعمق على حد قوله. وكذا قالت رئيسة كوريا الجنوبية المنتخبة بارك جيون هاي إن فوزها بالانتخابات الرئاسية سيساعد على الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وكانت كوريا مزيد من الأخبار يمكنكم دائما زيارة التطبيق الخاص بموقعنا على آيباد سكاي نيوز عربية، كما يمكنكم أيضا مراسلتنا مباشرة على بريدنا الإلكتروني تواصل skynewsarabia.com والاطلاع على صفحتنا على فيسبوك ومتابعة تغريدات مراسلينا على تويتر. أعلن الجيش السوري الحر انسحابه من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وقرر اعتباره منطقة آمنة وتسليم أمنه إلى الفلسطينيين. جاء ذلك في شريط فيديو بثه ناشطون سوريون على الإنترنت، ولم يتسنى لنا التأكد من صدقيته. يونا إن أكثر من 110 أشخاص قتلوا الأربعاء في مدن سورية عدة. خاصة لسكاي نيوز عربية أن العشرات من عناصر المعارضة السورية المسلحة قتل. وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعر إلى لبنان للعلاج إثر هجوم استهدف وزارته بوسط دمشق وأصيب. أصدر رئيس اليمني عبد رب منصور هادي قرارا رئاسيا بإعادة هيكلة الجيش اليمني. أهم دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية. وكانت الحكومة الإسرائيلية منحت موافقة نهائية على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، كما وافقت على إنشاء أكثر من 2000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. معنا ولكن بعد قليل. نادي هيئة النيابة الإدارية في مصر رفض الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور اعتراضا على عودة محاصرة المحكمة الدستورية. واعتبر النادي أن محاصرة المحكمة الدستورية يعد تعديا على استفتاء القضاء. حركة السادس من أبريل في مصر إن الحركة تحمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية سوء التنظيم الذي جرى في الدورة الأولى للتصويت على الاستفتاء الدستوري. وأضاف ماهر في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية أن ما وصفه بالشرخ والكراهية الموجودين حاليا بين القوى الإسلامية والمدنية سيؤديان إلى نتائج سيئة مهما كانت نتيجة الاستفتاء. قال ناشطون سوريون إن أكثر من 110 أشخاص قتلوا الأربعاء في مدن سورية عدة معظمهم في ريف حلب. مصادر خاصة لسكاي نيوز عربية أن العشرات من عناصر المعارضة السورية المسلحة قتلوا وأصيب. نقل وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار إلى لبنان للعلاج إثر هجوم استهدف وزارته بوسط دمشق. أصيب الشعار بجروح. أعلن الجيش السوري الحر انسحابه من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وقرر اعتباره منطقة آمنة وتسليم أمنه إلى الفلسطينيين. جاء ذلك في شريط فيديو بثه ناشطون سوريون على الإنترنت، ولم يتسنى لنا التأكد من صدقيته. التي شهدها مخيم اليرموك دفعت بآلاف الفلسطينيين إلى الفرار من المخيم. كثير من هؤلاء لجأوا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود من يمد يد العون لهؤلاء اللاجئين. بدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند زيارة إلى الجزائر يبحث خلالها عددا من الملفات الشائكة بين البلدين، لكن أولاند قال إنه لم يأتي إلى الجزائر للتعبير عن الندم أو الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية حسب تعبيره.
اليمني وفي فقرة رياضية لندن سكاينز عربية. أعلن مسؤول عراقي أن رئيس جلال طالباني سينقل إلى ألمانيا اليوم لتلقي علاج أدق وأعمق على حد قوله. وأكد المسؤول أن الجزائر وفرنسا تاريخ مشترك يعكر صفو العلاقات. موضوع حوار الليلة الذي استضافت فيها الزميلة حسينة أوشان من لندن الباحث في الشؤون القانونية والدولية سعد جبار، من باريس مستشار العلاقات الدولية والفرنكوفونية في مجلس باريس دكتور ألان أموني، ومن أبو ظبي الكاتب والصحفي خالد عمر بن جيجا. نتابع الحوار. أيام اليرموك عن دائرة النزاع، وكان مقاتلون في المعارضة المسلحة أعلنوا أنهم قرروا الانسحاب من المخيم واعتبره منطقة آمنة. جاء ذلك في شريط فيديو بث على الانترنت ولم يتسنى لنا التأكد من صدقيته. دعوة إلى المجتمع الدولي لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة السوريين في ظل الظروف التي يواجهونها. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مشكلة اللاجئين السوريين في تفاقم مستمر. يعارض السوري غسان إبراهيم بعدم تسليم المساعدات الإنسانية للسوريين لأي جهة سياسية، وقال في حديث لسكاي نيوز عربية إن الحاجة للمساعدات تبقى قائمة حتى إعادة الأعمار. تدير دائرة الخرائط في بيت الشق الفلسطيني خليل الدكاجي لسكاي نيوز عربية إن الاستيطان الإسرائيلي في القدس يدخل ضمن خطة إسرائيلية مبرمجة حتى عام 2020 لتغيير معالم المدينة المقدسة. هيئة النيابة الإدارية في مصر أعلن رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور اعتراضا على عودة محاصرة المحكمة الدستورية، واعتبر النادي أن محاصرة المحكمة الدستورية يعد تعديا على استقلال القضاء. مشترك يعكر صفو العلاقات. موضوع حوار الليلة الذي استضافت فيها الزميلة حسينة أوشان من لندن الباحث في الشؤون القانونية والدولية سعد جبار، من باريس